يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب تفسير الجلالين في سورة الأعراف في آية ثم استوى على العرش، قال استواء يليق به، هل هذا التفسير صحيح في إثبات الصفة؟ هذا مجمل، هذا مجمل، إن كان يريد التفويض فهذا لا يجوز، إن كان يريد تفويض المعنى فهذا لا يجوز، هذا مذهب المفوضة، وإن كان يريد استواء يليق به سبحانه مع معرفة معناه، مع معرفة معناه وهو العلو والارتفاع والاستقرار فهذا صحيح، لكنه علو وارتفاع واستقرار لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.